عليكم. السلام عليكم. هذا النهار كما كتشوفوا معنا هذه الادوات اللي غادي تستعمل الملكه باش غادي تصيب لاطاي ديال الفيكي. او الفيكي هو اللي عندكم في واحد لا فيديو راه كاينه في لاشين اذا شفتوها كما كتشوفوا. هانتوما هما لي برونش. هو هذا المقص، هو المقص الصغير، هذا اللي مقص السيكاتور الصغير بوغ لي بتيت برونش، وهذا الكبير اللي غادي تستعملوه على لي برونش اللي غلط. نبداو نجيب هذه الطريقه. هانتوما شوفوا ها هو هانتوما، يعني هادو لي برونش ساهلين بهذا المعنى مع هاد السيكاتور تقطعوه هكا مزيان. هادي احسن طريقه باش تقدروا ديروها حتى نتوما كما كتشوفوا، ماشي تقطعوا كلشي. ايه هذاك شويه يابس، تنقص منه شويه باش يدير الغله، فهمتوا؟ كما كتشوفوا في الفيديو هذا، هاد الشجره هادي عندها 3 سنين وكل عام الحمد لله كتعطي الكرموس زوين. هانتوما كما كتتابعوا معنا هذيك هي كتنقص من الشجره ديال الزيتون ديال عفوا الشجره ديال الكرموس. كرموس هانتوما، يعني الطريقة سهلة، غتحيد لي برونش هادو، هاد لي برونش هادو اللي زعماتي ما غيعطيوش. علاش كتحيدهم؟ كتحيدهم حيت بحال دابا اللي كيدوزو في الوسط ديال الشجرة كيضرقو الشمس، والكرموش ما كيشوفش الشمس بزاف وما كيجيش حلو، كيبلاو هادو بحال ضايعين يابسين. أييه باش تكون الغلة مزيانة بحال هداك الشي اللي شفتو في الفيديو الأخرى. هانتوما كما كتابعو معانا دابا يدير لكم كرموس ان شاء الله زوين، يديروا بحالنا وتشوفوا. كل عام ملكه كدير له هكا. دابا هادي 3 سنين هاد الشجره هادي عندها، وعلاش؟ باش الشجره الا كما كتعرفوا الشجره الا دارت 5 متر مثلا 4 5 6 متر الا خليتوها طوالت بزاف، يعني الكرموس اللي الفوق غادي يكون ما غليتش وغيصعب عليكم باش تمشيو تقلعوه. مثلا هاد لا برونش هادي ها هي كما كتشوفوا، ها هي دابا يتيليزي هاد المقص الكبير. ها انتم شوفوا معنا هاي بسهوله، يعني ها ها سهله. ها هي كاينه وحده هنايا ما غليضاش بزاف كما كتشوفوا معنا. ها دغيا 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 زعما تيمني كتكون، ها هي وحده هنا صافي. هادو زعما تحتاجوا غير الا كانت عندكم لي برونش لي كبار، اما في التالي لي برونش الصغار كتستعمل غير هاد. هانتوما هما فيهم كاع الصباغه، ها هما علاش كتحيدوهم؟ باش زعما هادوك اللي غادي يكونوا في الوسط. هادي هيا هادو كلهم حيدوهم. ها هو هانتوما كما كتتابعوا معنا هانتوما كتتابع معنا. علاش كنديروا هذه الطريقه هذه؟ باش الكرموس غادي يكون الغله ديالو مزيانه، هذا اللحم كاع لي برونش اللي هو ديال التحت هما غيشوفوا الشمس كنحيدوهم. هانتوما هانتوما كما كتتابع معنا دابا كما كتشوفوا مالكه هي كتقطع داك العروش اللي هو ديال التحت، لان غادي للتحت ما كيشوفوش الشمس، ولا الاعراش ديال الشجره هاد الاغصان اللي كتكون طالعه في الوسط وغادي تضرق الشمس، يعني الاغصان غادي تمشي في الجناب باش ما تكونش تكون عندها الشمس وافره، لان الشمس كتجعل بان هذاك الفاكهه هذا الكرموس كيكون حلو وزوين. دابا نسقيوها شويه. دابا هانتوما كتشوفوا مالكه شميشه هي كتسقيه،
علاش فهاد الايامات كاينه شويه الحال سخون، وهي الشجره ديال الكرموس كتبغي الماء بزاف، والناس اللي كيتواجدوا في واحد المناطق اللي هي سخونه مثلا بزاف ما تنساوش منين تسقيو ديروا شويه التبن فوق التراب باش تبقى فازقه وعندها الماء موجود. كما قلت لكم هذه الشجره ديال الكرموس هي كتعطي الغله نوبه واحده في شهر بارتيغ دو شهر 9 حتى شهر 10، وبعد خطره الى جا البرد بكري في هذه المنطقه ديال شمال فرنسا فان الغله ما كتلقاش الوقت باش كطيب، يعني الكرموس ما كيلقاش الوقت. وبالنسبه للناس اللي عندهم الكرموس كاين كرموس واحد اخر شجرات اخرين اللي كيعطيو الغله جوج نوبات، كيديروا مثلا الباكور في شهر 7 وفي شهر 9 كيعطيو عاوتاني الكرموس، هذوك عاوتاني كيكونوا في الاغلبيه كيكونوا في المناطق اللي سخونه. اما هاد الشجره اللي كتشوفوا هادي كتكون في المنطقه بارده. كما كتشوفوا دابا الاغصان اللي كانوا هو ديال التحت تحيدوا، والاغصان اللي قرابين متلاصقين بزاف زعما حتى هما حيداتهم، علاش باش ما تكونش زعما شي واحد المنافسه ما بين الكرموس، وباش يغلاض وباش توصلوا الشمس مزيان وباش يكون زوين. غادي نوريكم واحد الشجره ديال الكرموس، ها هي هنا هذه الشجره ديال الكرموس، هذه كتعطي الغله جوج نوبات، هذه كتعطي الغله في شهر 6 وفي شهر 9 يعني، وكتنبت هذه في منطقه حاره زعما جايه من البرتغال كما كتشوف الكرموس ديالها شويه زوين ونيت. راكم شفتوه في لا فيديو، الا شفتوه في لا فيديو اللي كاينين في القناه راكم غادي يبان لكم الكرموس ديالها. كنتمنى تكون عجباتكم هاد لا فيديو هادي، تستافدوا منها وديروا حتى نتوما بحالها، وما تنساوش تلايكيوا الى عجبتكم وتابونيو في لاشين، وشكرا بزاف على المشاهده. وكما كنتو شفتو في فيديو واحد اخر درت معكم ملكة، درت لهاد الشجره هادي درت لها لونغري ناتوريل، يعني القشور ديال التشين، القشور ديال البنان، القشور ديال البيض والقهوه، علاش بانه لونغري طبيعي كتستافد منه التربه والحشرات اللي في التربه والمخلفات، وكتاكل هذيك الحشرات هاد القشور والمخلفات ديالها كتغذى منهم الجذور ديال الشجره، يعني كتعطيو فهاد كتكون دعماتي فلاحات بدون لونغري صناعي، لان الا شريتو داك لونغري من صناعي فهو كتغذيو غير الشجره وهو مضر لذاك الحشرات اللي هي كتقوم بواحد الدور مهم في التربه. لهذا هذا لونغري الطبيعي هو مهم بزاف ومفيد للتربه والحشرات وبالتالي لهاد الشجره. لهذا كننصحكم باش حتى نتوما ديروا هذه القضيه هذه طبيعيه، اونغري طبيعي لانه مهم بزاف، وكتكون فاكهه زعما تي لا تاكلوها تكون طبيعيه.